اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلبي برشلونه اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع برشا برشا وبرشلونه نيوز على الفيسبوك وبرشا جروب على انستغرام. حلقه اليوم طبعا بعد الفوز المعقد والصعب على ريال بلد الوليد، الفوز اللي كاد ان يخطف باخر الثواني، وحنحكي بتفاصيله كالعاده. لكن قبل ذلك بطلب منكم انكم تشتركوا بقناه سلبي سبورت على اليوتيوب، لانه دائما بيجي فيها المقاطع اسرع واكثر من المقاطع اللي بنشرها في الشبكات الثانيه. تشكيلة برشلونة جاءت متوقعة، ربما أهم ملاحظتين فيها عودة كوتينيو للتشكيل الأساسي بعد ما طلعت تقارير أنه غير سعيد وهذا الكلام، وهذه التقارير مجرد أخبار، يعني واحد بيكتبها بجريدة وبصير الناس تتكلم فيها، لأنه ليس هناك كان أي مؤشر أنه كوتينيو غير سعيد. طبيعي جدا ما يبدأ أساسي راجع من كأس عالم، وبنعرف أنه حتى في إنجلترا كان دائما في ملاحظات على لياقة كوتينيو بشكل عام، فبالتالي بشيء طبيعي يكون تحضيره يأخذ وقت أكثر من غيره من اللاعبين. هذا بالنسبة للاعب الأول اللي هو كوتينيو، أما اللاعب الثاني فكان راكيتيتش اللي ما زال مستقبله غامض، ايضا تم الدفع فيه، يبدو الدفع فيه اساسه ليس كرويا فقط، بل ايضا انه خلاص يحاولوا يهدوا الاعلام، انه لو ما لعب اليوم الاعلام حيضغط كثير تيعرف شو مصير راكيتيتش اللي ممكن زي ما بيقولوا ينحسم خلال الايام القليله المقبله. الخطه هاي تواصلت 4 3 3 مع تواصل ايضا ديمبلي على اليسار، زي ما حكينا في الحلقه الماضيه ما فيش مجال ب 4 3 3 التقليديه الا يلعب ديمبلي يسار، لانه ميسي بيحب يلعب على اليمين اكثر، وهو طبعا اقل اهميه من ليونيل ميسي، وحكينا يوميتها انه ديمبلي بيقدر يلعب هناك وبيقدر ينجح هناك، بس مشكلته هو في نفسه، يعني بالحاسم امام المرمى كان زي ما شفنا اليوم بالشوط الاول حتى هو كان على اليسار اجته كره بيقدر يسجل منها، وبالقرار بعض الاحيان بيكون قراره هو الخاطئ او متسرع او خيالي اكثر من اللازم، لكن شفنا اليوم بالشوط الاول وضع كرات منطقه جزاء، استلم كرات منطقه جزاء، كان خطير على الجهه اليسرى لانه بيقدر يلعب على اليمين وبيقدر يلعب على اليسار، فقط هي مساله خبره في المكان الجديد لاكثر واقل. انتقل على اليمين، لكن نقلته على اليمين بالشوط الثاني كان شوي مكلفه، فيها خربطه كامله تكتيكيا زي ما شفنا، لانه شفنا اول شيء ليونيل ميسي تحول لمهاجم وهمي 10 تقريبا، ما بين 10 و9 بشكل واضح، صار في العمق فقط، وبالتالي حريه ميسي ومساحته بتقل، وهذا الشيء غير مريح على المدى الطويل بالنسبه لليونيل. ايضا لويس سواريز خرج من الصندوق تماما عشان يسمح لميسي يلعب في المكان اللي بده اياه، فتحول تقريبا لمهاجم ثاني، شفنا عم بيتحرك اكثر ما بين يمين وبين يروح على اليسار وبالعمق يطلع من منطقه الجزاء مش بمنطقته اللي مرتاح فيها لويس سواريز. اذا مسألة اليمين واليسار تاع ديمبلي بدها حل، لكن اعتقد حلها المنطقي انه يضل ديمبلي ينحط على اليسار، لانه ديمبلي حيصير ممتاز على اليسار مع الوقت، بس هي مسألة اعتياد. بشكل عام الفريق في الشوط الاول كان احسن من الشوط الثاني بمسألة ادخال الكرة منطقة الجزاء. ادخل الكره منطقه الجزاء بالشوط الاول كثير، يعني اول 20 دقيقه كان ممكن يسجل هدفين، وكان ممكن بالشوط الاول يحسم الامور وينهيها، لكن كان مساله سوء ختام، سوء ختم فرص لهذا الفريق. دخل الكره مره سوء تلقي كره من البا، مره سوء ختمه من سواريز، دائما في لا شيء ناقص، لكن دخلت الكره كثير منطقه الجزاء بالشوط الاول، ومع هذه الأرضية الملعب اللي حنرجع نتكلم عنها، ومع انك تلعب ضد فريق بده يدافع طبيعي جدا لازم تحاول تحسم، والا بالشوط الثاني حيعالج عيوبه. بالشوط الثاني فعليا قلت هذه الفرص، قل دخول الكره منطقه الجزاء، لكن يعني خلينا نحكي برشلونه كان موفق انه سجل في الشوط الثاني عبر ديمبلي شو هدف تاخر كان لازم يجي الشوط الاول، والا بالشوط الثاني برشلونه ما صنع الفرص الكافيه اللي بتخليه يتقدم. بالشوط الاول بوجود كوتينيو البا ديمبلي على اليسار، هذا الهدف منه التوازن، التوازن مع مين؟ مع ليونيل ميسي نفسه، مع لاعب واحد فقط، مش ذما بميسي بل هذا قوة لميسي، قيمة لميسي، أهمية لميسي، انك تحتاج ثلاث نجوم عشان يقدروا يخلقوا توازن. برشلونة الحالي لم يعد بدون ظهير أيمن بعد ما طلع ألفيس، لم يعد فعليا بيلعب بثلاث جهات، مش يمين يسار عمق، هو بيلعب يسار وبيلعب جهة ثانية اللي هي العمق واليمين مع بعض، واللي هم بيديرهم ليونيل ميسي، فبالتالي التوازن ما بين هذول الجهتين مع الجهة اليسرى، عودة طبعا كوتينيو مع ديمبلي مع ألبا خلانا نشوفهم في لعب أكثر على اليسار، لكن بالمقابل في تقريبا لعب آخر مشابه بالوزن من المنطقة اللي حول ليونيل ميسي اللي هي اليمين والمنتصف، هذا الشيء حتى كان ينعكس عدد لمسات الكرة اللي كانت متشابهة تقريبا لما نضيف راكيتيتش وألبا على ليونيل ميسي، آسف راكيتيتش وروبرتو على ليونيل ميسي، ويكون ألبا وديمبلي وكوتينيو بالشوط الأول، هذا التوازن اللي بيحاول يدور عليه فالفيردي، لانه هو عارف اللعب كله على ميسي مش حيكون مريح على المدى الطويل، لا مريح لميسي ولا مريح له، قبل المباريات الكبيره حيكون سهل يستحوذوا عليه الناس وسهل يحتوي اسلوبه، وبالتالي هذا من المعادلات الحاسمه لشكل هذا الموسم. برشلونه تقريبا عمل المطلوب منه اليوم، ربما الاكثر شيء هجوميا كان نقص الكثافه، يعني كان يعطي الخصم يتنفس كثير عشان تيجي الهجمه اللي بعديها، هذا اسلوب فالفيردي، هذا الشيء تعودنا عليه الموسم الماضي مع فالفيردي، لكن اليوم كان مطلوب الكثافه تكون زايده خاصه من المباراه 0-0 عشان تمنع الخصم يتماسك وتسجل هدفك. بالمقابل ايضا كانت الكره بطيئه، لكن ممكن اليوم ما بنقدر نلوم الفريق لانه الملعب كان سيء، وبالنسبه للارضيه سيئه هي سيئه، ولما نشوفها فعلا الكره لما تمشي عليها الكره سيئه، يعني حتى هدف سواريز اللي الكره التغى الهدف الثاني
الكرة مبينة كيف راحت، الكرة بتطلع لوحدها في ملعب سيء، فالملعب السيء لفريق بيلعب على الأرض سيء جدا اللي هو برشلونة، لأنه هذا الفارق. يعني ما بنحكي طب ما هو بلد الوليد وبرشلونة بيلعبوا على نفس الملعب، لا، الفرق بأسلوب اللعب، واحد يلعب على الأرض وواحد بيقدر يلعب بالهواء، متعود يلعب شو ما كان، كرة طويلة كرة قصيرة، في حين برشلونة بيلعبش إلا على الأرض، هذا أسلوب برشلونة الطبيعي، وبالتالي الأرضية سيئة، وهذا الشيء بنرجع نحكي للفرص اللي ضاعت في الشوط الأول. لما تكون الأرضية سيئة لازم تكون تركيزك 100% تحسب، لأنه برشلونة الموسم الماضي لو جاب الدوري جابه بالحسم، إنه الفرصة الأولى الحسانحة في الوقت المهم تتسجل، وبعدها يضيع اللي يضيع، بعدين بيرجع الفريق يقدر يضبط الريتم، بيقدر يلعب بيه البطء اللي بده اياه، بالنوع الدفاعي والتحفظ الدفاعي اللي بدور عليه فالفيردي، اللي شفناه حتى اليوم يعني بنزول فيدال بدل ديمبلي، كان انه بيبحث عن التعادل، عن الفوز باي طريقه ممكنه. ولعله السلبيه الاكبر في مباراه اليوم هي مساله شفتها باشبيليا، وشفتها المباراه الماضيه، وشفناها مباراه اليوم. الفريق بيكون معاه الكره وبعض الاحيان تفتك منه، لما تفتك منه وتصير مرتده بتتفاجئ انك بتشوف اي لاعب من اللاعبين الوسط، لا راكي ولا كوتينيو ولا بوسكيتش، طبعا المفروض يكون بوسكيتش اولهم، لكن لنفرض ليس هو عليه كل الحمل، يعني راكيتيتش عليه حمل وكوتينيو عليه حمل، ما بنشوفهم ابدا، فبنشوف دائما بالصوره الظهير مع القلبين الدفاع او قلب دفاع مع ظهير، ففي شيء ناقص، لانه ثلاث مباريات تكررت معناها في مشكله، معناها في خطر مع لاعبين جودتهم اعلى، مع لاعبين افضل من لاعبين ريال الوليد. هذه المشكله اذا ما انحلت، مشكله الارتداد بعد خساره الكره، برشلونه حيتندم عليها وحيخسر كثير. الموسم الماضي تم حلها بشكل او باخر، بس الموسم هذا واضح انها مستمره منذ اول مباراه مع اشبيليا لليوم. بختم كلامي عن عثمان ديمبلي، ما بننسى الجهه اليوم اللي صرت تكلمنا عنها، بنتكلم انه هو فعليا محتاج اهداف، محتاج يسجل او يصنع، لانه هو لاعب هجومي. اللاعب الهجومي محتاج يشعر باهميته. ديمبلي عشان يشعر باهميته لازم يسجل او يصنع. وبالتالي اليوم هذا الهدف، هدفه مع اشبيليا هي كلها بتقربه اكثر واكثر من انه ينطلق، لانه لساته بتحس انه لا انا بدي ابرهن اني انا كويس، لسه ما بلعبش انه انا كويس. هذه اللحظه الحاسمه اللي هي اللحظه اللي حتفرق كثير مع ديمبلي، هي اللحظه اللي حتخلي ديمبلي نجم اساسي بعقليه جمهور برشلونه، مش مجرد لاعب بيستنوا منه شيء، وهذه اللحظه اعتقد انها اقتربت لو كمل اربع خمس مباريات بهذه الفعاليه اللي بيلعب فيها. نوصل لنهايه هذه الحلقه، كنت معكم انا محمد عواد، موجود فيسبوك تويتر انستغرام، والسلام عليكم ورحمه الله.